في جنين 18 إذا تتذكرون شنو أهم الصفات في جنين 18؟ قلنا نبدأ من البداية من الخارج ونحو الداخل، إنه يحاط الجنين بمنطقتين، منطقة فاتحة إلى الداخل راح نسميها الأريا بيلوسيدا الباحة الشفافة، ومنطقة معتمة إلى الخارج راح نصيح لها الأريا أوبيكا اللي هي الباحة المعتمة. أهم تركيب يظهر به هو الخط البدائي البريميتيف ستريك في مرحلة 18 أو جنين 18. هذا الخط راح يصير بانخفاض بالنص ويتحول من صفيحة مستقيمة إلى أخدود، راح نسميه، شايفين هذا الفراغ، راح نسميه بالبريميتيف جروف، وعلى جانبيه راح نسميها الطيات البدائية بريميتيف فول. ينتهي هذا الجروف كله بانخفاض نحو الداخل، راح نسميها بريميتيف بيت او النقرة البدائية، والتي تحاط بتكتل من الخلايا نحو الاعلى راح نسميها هينسز نود. اذا هذه مكونات الخط البدائي في جنين 18 ساعة حضانة. الى الاعلى من هينسز نود راح يتكون لنا تركيب رفيع خيطي، هذا هو النوتوكورد، ويغطى النوتوكورد من الأعلى أو هو الجنين بصورة عامة كله مغطى بالإكتوديرم. الإكتوديرم الذي يمتد أعلى النوتوكورد راح يصير به تسطح مكونا النيورال بليت. فإذا أريا أوبيكا، أريا بيلوسيدا، بريماتيف ستريك بمكوناته، هنسز نوت تحيطه من الأعلى تحيط البريماتيف بيت، ومن ثم النوتوكورد ويغطى من الأعلى بهذه الصفيحة الشفافة اللي هي الصفيحة العصبية. نلاحظ أنه الجنين إلى الأعلى من النوتوكورد هذه المنطقة البيضاء، قلنا هذه تسمى بالبرو أمينيون السلي الأولي، وهي منطقة خالية من الميزوديرم، فقط تتكون من الإكتوديرم والإندوديرم. داير ما داير الجنين أكو إكتو وإندو وبيناتهم ميزو، ما عدا هذه المنطقة تسمى بالسلي الأولي الخالية من البرو أمينيون. صار واضح بالنسبة لجنين 18 ساعة؟ ضاعوا هذه تفاصيله.